مئة يوم مرت على سيطرة الثوار على مدينة عفرين كانت كفيلة بعودة الحياة إليها من جديد. في الشهر المبارك تمتلئ الأسواق باحتياجات سكانها، فالمدينة تشهد حركة تجارية واسعة وإقبالا كبيرا من الناس على السلع. الفاكهة واللحوم بدأت بعودة تدريجية إلى المحال التجارية وبأسعار مقبولة كما يقول الأهالي، وذلك بعد عودة جزء من تجار المدينة إلى بيوتهم وعملهم. طبعا السنة هي أول سنة إن شاء الله بعد انتهاء المشاكل بعفرين، والله يرجع الناس لأهلها بإذن الله، والفضل من الله عز وجل عم نشوف فيه إقبال من الأهالي وبجيد أهالي الغوطة لهون كمان والحلبية وأهل إدلب. يعني الفضل من الله هالبلد رح ترجع أحسن من أول. رغم الظروف القاسية التي يعيشها السكان، أجواء شهر رمضان المبارك تبدو مميزة في مدينة عفرين، فالسوريون من الغوطة وحمص وحلب بعد أن حط بهم رحال التهجير في المدينة ما زالوا يحافظون على طقوسهم الخاصة، رغم أن كثيرا من الأسر باتت متفرقة ولم تعد تجتمع على مائدة الإفطار. نحن هون بعفرين يعني مثل ما بيقولوا بلد محرر جديد وطالعين من الحرب جديد، وصار في الحمد لله يعني الناس رجعت على بيوتها وصار في عمل وفي شغل وصار هيك عشقة ناس شوي، لأنه أخذنا الغوطة المهجرين وحلب وأخذنا المهجرين صار هون يعني في عمل وفي حركة في سير. ثمانية أعوام من الحرب في سوريا لم تفقد شهر رمضان المبارك بهجته لدى السوريين، وما زالوا يعيشون الشهر بكل تفاصيله الدينية والاجتماعية كما اعتادوا عليها في السابق.